السلام عليكم. في الحلقة تاع اليوم الكوليج غادي نهضروا على جوج صوالح. الحاجة الأولى غادي نهضروا على الكتاب اللي غادي نتعلم، على المنهاج اللي غادي نتعلموا به اللغة الإنجليزية مستوى مبتدئ، وسموه New Headway Beginner. والحاجة الزوجة اللي نهضروا عليها هي نصائح تعلمية. بالنسبة للجانب الأول، هذا المنهاج New Headway Beginner فيه جاي في 4 كتوبة. الكتاب الأول يعطوا له Teacher's Book، يعني كتاب المعلم. كتاب الزوج ستودنتس بوك، يعني كتاب المتعلم ولا الطالب. وكتاب الثالث ورك بوك، كتاب العمل ولا التمرينات. والكتاب الرابع تيست بوك ولا كتاب الامتحانات. هاد الدروس اللي جايين في هذا المنهج مقسمين 14 وحده دراسيه. هاد الكتاب يضمن الجانب النظري، يعني ستودنتس بوك يضمن الجانب النظري تاع الدرس. ومن بعد في ورك بوك كاين تمرينات على الوحدة الدراسية، ومن بعد عندنا امتحان على الوحدة الدراسية. وغادي باش تقدروا تتبعوا معايا يعني الدروس، دوك نعطيكم الرابط تاع التحميل تاع هاد 3 كتوبة باش تكون عندكم فكرة على الدرس كيف غادي يكون. يعني انا كل خطرة غادي ندير لكم في شكل فيديو درس على الوحدة الدراسية، ومن بعد في اخر الدرس نعطيكم تمرينات، انتم ديروا التمرينات وديروا امتحان. ومن بعد كي تكملوا انتم التمرين والامتحان، انا نعاود ندير درس فيديو واحد اخر يتضمن نموذج تصحيحي لهذوك التمرينات وهذاك الامتحان. وباش تكون عندكم فكره على هذه الكتوبه، يعني باش تشوفوهم كيف دايرين، هادو هما مثلا. هذا سي نيو هيدواي بيجينر تيتشرز بوك اللي هضرنا عليه، كتاب المعلم. وهذا اللي هنا نيو هيدواي بيجينر ستودنتس بوك، هذا كتاب كتاب المتعلم ولا الطالب. وهذا نيو هيدواي بيجينر ورك بوك، هو كتاب تاع التمرينات. والكتاب الاخير هو نيو هيدواي بيجينر تس، يعني كتاب تاع الامتحانات. هذا هو بالذات الجانب الاول تاع اللي قلت لكم بلي غادي نهضر عليه فيما يخص منهاج نيو هيدواي بيجينر. بالنسبه للجانب الثاني واللي يتضمن نصائح تعلميه، غير باش تكون على بالكم، اي متعلم لغوي عاده يفوت على زوج تاع المراحل، يعني كاين مرحله استهلاكيه وكاين مرحله انتاجيه. لا شفتوا مثلا اي باز مثلا كيكون صغير يقلا يسمع عاد باش يولي يهضر، بنادم كبير تاني كيف عاده كيما هكا تمشي. ولا تاني كي يقرا عاد باش يولي يكتب، يعني يلق له وقت باش يطور الكفاءه تاعه ويطور الثقه تاعه، عاد باش يولي ينتقل للمرحله الانتاجيه، لا بغا تكون كتبه ولا هضره. كما كان الحال، القلب تاع هذه العمليه التعلميه في مجال اللغات هو الفهم. باش تفهم وتفهم يلق لك مفردات، يعني يلق يكون عندك نقولوا فاليزه تاع كلمات اللي تستعملهم. هذوك الفاليزه تاع الكلمات فيها اسماء، فيها افعال، فيها ضمائر، فيها مخلطه كاع. وثاني هذوك الكلمات اللي تعرف كيف تخلطهم باش تمد المعنى، باش اللي يسمعك اللي يتعامل معك يفهمك تاني اش راك تقول. اما يلق لك قواعد، هذيك القواعد اللي تعرف كيف دير المفرد للجمع، كيف دير المذكر المؤنث، كيف تتصرف الافعال، كيف تبين شكون اللي يهدر، لا شخص واحد ولا جماعه ما يهدروا. يعني هادو كاع مهمين في عمليه الفهم. وباش تتعلم وتحس بلي راك تتقدم في التعلم اللغوي تاعك، اللي تكاكي روحك الحاجه مهمه اللي هي الذاكره. الذاكره كاين صوالح، كاين ذاكره قصيره المدى وكاين ذاكره طويله المدى. وفي هذا المجال باغي ننبهكم باللي كاين عفسة يعطوا لها فريكونسي ليست. هذه فريكونسي ليست كيفاش هادو الكتب جدد اللي راهم يخرجوا تاع تعليم اللغات، على بالهم باللي زعما واحد كيكون عاد كيبدا في يتعلم في لغه يلقى له عدد معين من الكلمات، هذوك الكلمات يتعاودوا اكثر من كلمات واحد اخرين. مثلا نعطيكم مثال بسيط، مثلا في اللغه العربيه البحر هو اليم، بصح انت تتعلم كلمه البحر لخاطرش هاديك الكلمة تتعاود دايما، بصح هاد الكلمة تاع اليم تستعملها في خطرة في بوزمان، دونك
اما لو تحس باللي كاين فايده اكثر كي تتعلم كلمه تاع البحر واليم من بعد. وفي التعلم كاين ننصحكم بهاد لابليكاسيون عطوا لها كويزلت، ديروا تيليشارجمون كويزلت، هادي تعاونكم في العمليه تاع باش ما تنساوش الكلمات، يعني تعاونكم كيما كان الحال كلمات ملاح تعقل عليهم، سيليق تانيك تعلم روحك مع الوقت باش تهدر وتكتب. وهذه كويزلات يخدموا فاش تساعدك في السيستم تاع الفلاش كاس. فلاش كاس هاي لها بطاقات وفيها كلمات، هذوك الكلمات مثلا عندك الكلمه بالانجليزيه عندك التصويره تاعها، هي تقدر دير مثلا ترجمه تاعها بالعربيه ولا بالامازيغيه كيما تبغي، تاع منزل دار ولا اخام ولا كيما تبغي. دونك هذه هي هذا الفيديو تاع اليوم، هذا المضمون تاعه. كما قلت لكم انا غادي ندير لكم الرابط تاع تحميل تاع هذوك الثلاثه كتبه اللي هضرت لكم عليهم، ومرحبا بكم في الكوليج، المبادره تاع الكوليج. والسلام عليكم.